بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح ميزة اتضافت على برنامج الأوتوكاد نسخة 2023. الميزة دي مهمة جدا وكلنا كنا منتظرينها، إزاي إن أنا أحسب عدد الكائنات أو الكتل اللي موجودة في جزء محدد أنا بحدده على الرسمة. بمعنى إن أنا لو جيت هنا عندي عايزة في الرسمة دي أعرف الجزء ده كده فيه ايه، الحاجات الموجودة فيه ايه، سواء كانت شير او كمبيوتر او اي حاجة تانية، وعددها قد ايه. طب نعرف الكلام ده ازاي؟ هنروح على فيو. شايفين فيو هنا عندي طبعا المينيو بار كلنا عارفينها، وعندنا هنا في فيو اللي اتضاف لي هنا اهو اللي هو كاونت. شايفين كاونت هي دي اللي اتضافت لي. طيب انا هدوس على كاونت بالشكل ده كده اهو، كويس على طول هو هنا قال لي العناصر اللي موجودة عندي، شير، كمبيوتر، ديسك، دور، اللي موجودة في الرسمة كلها. طيب أنا عايزة أحدد على الجزء ده بس، ده اللي أنا عايزاه ده بس، أعمل إيه؟ بدوس على، شايفين المربع ده؟ Count in a specified area، هدوس عليه بالشكل ده كده، خلاص؟ هيظهر لي هنا تحت، لو أنا رفعت ده كده، هيظهر لي هنا تحت عدة اختيارات. طيب انا عايزه احدد المساحه دي، انا هاجي اعمل كده، شايفين اهو، عايزه احدد الاريا دي، هي دي اللي انا عايزه احدد على طول. هو قال لي ايه العناصر، اسمها وعددها. طيب عندي هنا شير اهو عامله ايه 8. طيب نشوف مع بعض، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، فعلا العدد زي ما احنا شايفين مظبوط كده. طيب الكمبيوتر نفس الكلام 8، لو عديناهم هنا هنلاقيهم 8. يبقى كل الحاجات اللي هو عاملها هنا فعلا هي موجودة في الجزء اللي انا حددته ده. هنيجي نعملها تاني بطريقة تانية، يعني مثلا هاجي كده عند الجزء ده كده، واجي ادوس على المربع ده، وبعدين ادوس على بلوجنال الموجودة عندي تحت هنا اهو بالشكل ده كده، واجي اختار مثلا الجزء ده، انا اللي بحدد النقط بتاعتي اهي، كويس اهي، خلاص انا حددتها. ودوس في الاخر بيمين الماوس على طول هو حددها لي، شير 1 اهو موجود 1، كمبيوتر 1، وديسك 1. يبقى هنا حدد لي العناصر اللي موجوده هنا، لكن المره دي انا عملتها بلونجنال. عايزه خلاص اخرج من الامر بتاعي واشيل الجزء اللي انا محدده ده اللي هو زي ما احنا شايفين، باجي ادوس على صح من هنا، خلاص كده انا خرجت من الجزء ده، وممكن ان انا احدد اي جزء تاني في الرسمه. بكده انا خلصت الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.